متقدم بمقدمة، في رمضان صلاة التراويح يقبل الناس عليها ولله الحمد، والنبي صلى الله عليه وسلم صلى بهم التراويح هذه قبل أن تسمى التراويح، صلى بهم في العشر الأخيرة 3 ليال أو 4 ليال حتى كثروا جدا في المسجد، حتى غطى المسجد بهم، وكانوا لا ينصرفون إلا قرب الفجر، حتى كان أحدهم يقول نخشى أن يفوتنا الفلاح، يعني السحور. صلى بهم عليه الصلاة والسلام ثم ترك الصلاة وقال خشيت أن تفرض عليكم، فتركها عليه الصلاة والسلام. ثم لما كان في عهد عمر كثر الناس يصلون في المسجد، يعني في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الإمام ووراءه 10 20 30 وآخر في الناحية الأخرى من المسجد ووراءه 20 30 ونحو ذلك، فقال عمر ما أحسن هذا لو جمعناهم على قارئ واحد، فجمعهم على قراءة على إمامة أبي بن كعب رضي الله عنه، فلما رآهم عمر يجتمعون ويصلون صلاة واحدة طويلة قال رضي الله عنه نعم البدعة هذه، يعني السنة التي سننتها وليست بدعة، يعني ليس لها أصل في الشرع، لأن أصلها كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما تركها عليه الصلاة والسلام لا رغبة عنها، وإنما خشي أن تفرض، وقد زالها وزالت هذه العلة بموته عليه الصلاة والسلام. كانوا في أول عهد عمر يصلون 13 ركعة، صلى بهم أبي زمنا 13 ركعة حتى تقل عليهم ذلك، فقالوا نقسم كل تسليمة إلى تسليمتين، فصلوا في آخر عهد عمر كما ذكر ذلك البيهقي وغيره من المحققين، صلوا في آخر عهده 23 ركعة، وكانوا يستريحون من طول القيام، فسميت صلاة التراويح لأجل أنهم كانوا يستريحون بين كل 4 ركعات و4 ركعات، يعني بين كل تسليمتين يستريحون قليلا ثم يواصلون، وكانت صلاة طويلة. إذا تبين هذا فإذا العدد يصلي 11، يصلي 13، يصلي 23، لكن لابد من الوقت وحسن الصلاة، يعني طول الصلاة وحسن الصلاة. أما في العشر الأخيرة فقد كان العمل عمل المسلمين، ومنهم العمل في هذه البلاد من وقت الإمام المجدد الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله إلى وقت قريب، كانت الصلاة طول رمضان 23 ركعة على سنة عمر رضي الله عنه، ومشت في الأمصار وعلى مر الأعصار على ذلك، كانوا يصلون 23 ركعة طول الشهر، سواء في العشر الأخيرة أم في العشر أم في العشرين الأولى، لكن في العشر الأخيرة يزيدونها طولا، فيصلون 5 منها، يعني 5 تسليمات 10 ركعات يصلونها على النسق الأول، وأما 5 الأخرى فتكون طويلة أخذا بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، في أنه إذا جاءت العشر الأخيرة أيقظ أهله وأحيا ليله وشد المئزر، كونه عليه الصلاة والسلام يحيي الليل كله في العشر الأخيرة مع بقاء العدد الذي كان يصلي به عليه الصلاة والسلام، لا شك أنه يدل على أنه سيزيد في الصلاة طولا. ولهذا فهم علماء الدعوة من هذا الحديث وأنه في العشر يجتهد في الصلاة والعبادة، فهموا منه أنه تطال الصلاة في ذلك، فيجعلون منها 5 تسليمات طويلة، يعني نصف الصلاة طويلة جدا، حتى ما كانوا يستريحون
في العشر الأخيرة في الليل إلا قدر ساعة إلى ساعتين على اختلاف، لكن الأكثر يعني بين الصلاة الأولى والثانية، ويصلون صلاة طويلة جداً.